عارف طعم الهزيمه، احنا جايين نكسب وجايين ناخد 3 بوند عشان احنا فريق سعود واحنا عارفين عاملين حساب نادي البلديه وعارفين كل حاجه هم عاملينها النهارده، بس احنا كان في سوء توفيق النهارده حتى في البان لك الجون بتاعهم الثاني، بس احنا كنا رجاله قدرنا نرجع تاني للماتش، وصراحه ربنا عارف ان احنا ما تعبنا النهارده وما ضيعش تعبنا، وصراحه المفروض النهارده ما يسعش حد فينا يخسر، يعني ربنا عارف اللي هم تعبوا واحنا تعبنا، والبونت احنا هنحمد ربنا على البونت، بس احنا كنا فعلا جايين ناخد 3 بونت بس الحمد لله. يعني بدأنا الماتش بشكل كويس، حرزنا هدف مبكر، ما اعرفش يمكن اللعيبه بعد الهدف يعني تراجعت بشكل كبير، مش عارفين ايه السبب، بس الحمد لله. يعني الشوط الثاني اول ما بدانا الشوط الثاني كنا نتمنى ان احنا نجيب هدف دخل فينا جون، برده يمكن تراجعنا شويه، بس الحمد لله بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه في الشوط الثاني. يعني الحمد لله احنا الماتش الجاي عندنا الاولمبي، ربنا كرمنا ان شاء الله مكسب، المعنويات اللعيبه معنوياتها ترتفع، انما لسه بدري يعني قوي على الدوري، ان شاء الله باذن الله. احنا جايين طبعا عايزين نكسب بره جوه في اي مكان، طبعا احنا فرقه صعود دايما بنبص للمكسب، عايزين اهم حاجه 3 بونت، فالحمد لله التعادل، وانا طبعا بشكر اللعيبه كلها الرجاله وبشكر الجهاز الفني، وان شاء الله عندنا ماتش جاي نقفل النهارده الماتش بتاع النهارده ونركز في الماتش الجاي باذن الله. طبعا هو المنافس معانا، فدي الثلاثة بونت طبعا يفرق معانا في اللي جاي، ان شاء الله الماتش الجاي نركز وربنا يكرمنا باذن الله، اهم حاجه عندنا الثلاثة بونت، ربنا يكرمنا باذن الله. والله الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر، يعني كنا لعيبه رجاله وربنا كرمنا وهدانا بالتعادل الحمد لله. والله فريق البلديه فريق محترم، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا نسيطر على الماتش في الشوط الاول وخطفونا جونين يعني، والحمد لله يعني قدرنا نتعادل في الشوط الثاني. سيطره تامه لمده 75 80 دقيقه، بلعب فرقه محترمه وفرقه كبيره وفرقه تاريخ، بس احنا جيم كله في سوء توفيق غريب بيلازم الفرقه النهارده، التوقيتات حتى الاهداف اللي بتدخل فينا، اول دقيقه 1-0 قدرنا نتعادل، قدرنا نسجل 3 اهداف، سيطره تامه على الجيم، الجون الثاني برضه توقيته دخل الحرس في الجيم، نتيجه غير متوقعه طبعا، هيبقى في 3-4 صفقات احنا متفقين معاهم، مش هيبقى اكتر من كده يعني، يعني عندنا بقول لك زي ما بقول لك فرقه في 23-24 لعيب على اعلى مستوى، طبيعي ان انت لازم تستفاد من صفقات يناير، خصوصا ان انت برضو في الجدول مش وضعك مش كويس من غير المتوقع خالص، ربنا يكرم، بس يبقى في تأني في الصفقات والجهاز الفني هيعوزه، الاداره ما بتبخلش على اي حاجه، وان شاء الله اللعيبه اللي هيعوزوها هنجيبها ان شاء الله.